ابحث أكثر ليش النساء هم اللي يحسون بحالة اليأس في مكان العمل أكثر من الرجال؟ أنا أحس لأنهم يبغون التغيير بسرعة، ما أعرف، خلنا نعرف. والله ما أدري. اليوم فعلا بينضم لنا الدكتور أحمد المحاسي، وهو مدير تنفيذي وليه خبرة ما شاء الله طويلة في مجال إدارة الموظفين، ويعني بيشرف دائما على فريق كبير. أستاذ أحمد، يسعد لي صباحك. وصباحك، مرحبا أستاذ غادة. الله يسعدك، سعيد جدا معك على شاشة كل العرب. الشرف لنا أكيد أستاذ أحمد. بداية خلينا نأخذ رأيك في الموضوع، اليأس لما يجي ويضرب الموظف، إيش هذه الحالة بتكون في مكان العمل؟ طبعا اليأس لما يصيب الموظف، لما يفقد شغفه في العمل ويصير غير قادر على الإبداع، غير قادر على التأقلم بجو العمل، بهذه الحالة يبدأ يقل إنتاجه ويصاب بالاكتئاب. وطبعا هذه لها عدة أسباب برأيي الشخصي. أتفضل قل لنا الأسباب، إحنا اليوم كلنا سمعني ونعرف. طبعا ممكن سبب يكون نفسي، السبب ممكن تكون البيئة اللي تحتضن الموظف. النفسي مثلا ممكن يكون بالشخص اللي أكثر شيء يحب يقارن نفسه بغيره، مثلا شخص ممكن يكون بيشتغل بالشركة بيداوم 6 أيام بالأسبوع، يقارن نفسه بشخص ثاني يشتغل بشركة يداوم 5 أيام في الأسبوع، فيبدأ هنا يجلد نفسه، والله أنا لو كان وضعي أفضل من وضعه ولا ظروفي أحسن من ظروفه، ويوصل لمرحلة أتوقع من الكآبة واللي توصله إلى اليأس. يعني هي عدة أسباب زي ما قلت، ممكن تكون إدارة سيئة، ممكن تكون هو حالته النفسية ما هي مضبوطة، مقارنته بالأشخاص، يعني في أسباب كثيرة ممكن تكون هي السبب في حالة اليأس. مين برأيك النساء والرجال أكثر بحسوا بهذه الحالة؟ النساء على حسب يعني خبرتي انه بينصابوا اكثر بهذه الحاله، خصوصا انه النساء حساسين، عاطفتهم اكبر. احيانا المراه الموجوده ببيئه عمل كلها رجال تحاول انها تتحاشى تدخل بنقاشات لاثبات رايها وجهه نظرها، وهذا الشيء اكيد بيوديها المرحله من الياس. هل في حالة مرت عليك أستاذ أحمد وحاولت أنك أنت فعلا تعالج هذا الموضوع معه وأنه يتخلص من هذه المشاعر؟ والله تمر علي بعض الحالات، خصوصا في موقعي بالعمل أو حتى أحيانا من الأصدقاء أو شو اسمه أو المعارف، وأنا أحاول دائما أنصحهم يركز على الإيجابيات اللي بيستفيدها من العمل. مثلا هذا العمل آخر الشهر بيعطيك راتب، ممكن مثلا هذا العمل قريب من بيتك أو في نفس مدينتك اللي أنت تبغاها، ممكن مثلا أقول له ترى هذه الوظيفة ما هي أفضل وظيفة في يعني في العالم، لكن لو خسرتها إيش ممكن يصير فيك؟ يعني ممكن تجلس تدور على وظيفة وتوصل لمرحلة اليأس وإنت ما حصلت وظيفة. ممكن أنصحه إنه يركز على أهداف معينة، يحاول يطور بنفسه. أنا أحس، معلش أستاذ أحمد، إنه الإدارة لها دور كبير في هذا الموضوع. يعني أنا يعني شفت إدارات كثيرة وش كلنا يمكن عدينا وشفنا ناس أشخاص يمكن لو حس من الموظف نفسيته تعبانة يقول له خذ إجازة ارتاح انبسط ارجع لي. أنا ما بتكلم على إجازة طويلة، أتكلم على إجازات صغيرة، يعني يكون في أخذ وعطاء معاه. يعني أنا أحس أن الإدارة هي صاحبة الدور الأكبر في هذا الموضوع، وأكيد أنت تعرف وأدرى. صحيح صحيح، احيانا الموظف يحتاج انك بس تقولي له انا شايفك او شايف عملك او شايف انتاجك. يعني هذا الشيء لحاله يرفع معنويات الموظف، يحسن من مزاجيته، يحسن من ادائه. اليوم يعني في بعض الحلول لمعالجة اليأس عند الموظفين ممكن ما تكلف الشركة شيء. يعني اليوم مثلا تكريم الموظفين المثاليين حتى لو او الممتازين او التقدير عطائين. التقدير، انا دائما اقول كلمه حلوه من مديري يصنع يومي. انا دائما مؤمنه بهذا الشيء، يحسسك انك انت انجزت، عملت، سويت، اعطيت، لانه انت بتقدم كل ما عندك. انت اي موظف بيدخل الشركه بيقدم كل ما عنده، بينسى عيلته. فاذا كانت الاداره اكيد
فيها سوء إدارة أكيد ما حيكون مرتاح ومبسوط سواء عند رجل ولا عند امرأة. هنا إحنا بنتكلم بشكل عام. فأنت طبعاً قبل ما تصير مدير أستاذ أحمد، هل عمرك حسيت قبل ما تصير مدير كموظف حسيت بهذا الشعور، وإيش كان سببه إذا صار؟ شيء طبيعي، أي إنسان يمر بمراحل معينة. طبعاً ما في شخص أنا أقول اليوم صار مدير أو كان مدير إلا مر بظروف معينة في حياته. لكن أنا شخصياً حالياً ما يحضرني أي أفكار أو أي أشياء يعني بالمواقف اللي مريتها وش اسمه. لكن مهم جدا الشخص دائما يحط أهداف لنفسه، يستفيد من الأخطاء والتجارب اللي يمر فيها، ودائما يحط نفسه مكان الموظف هذا. يعني أنا دائما لما أسمع من الموظف أحاول أحط نفسي مكانه، أجرب إن أعيش إحساسه، أجرب أعيش إيش الشيء اللي واصل له الموظف، وعلى أساسها أبدأ أحل المشكلة من منظور الشخصي. أنا دائما أستاذ أحمد أقول إنه الكراسي هذه ما لها استمرارية كبيرة، والدنيا دوارة. فدائما أقول لأي مدير أو لأي أحد خليك بصمة حلوة، لأنك أنت ماشي ما حتخلد العمر كله. فدائما خليك سلس طيب، سيب سمعة حلوة، سيب ابتسامة جميلة في نفوس اللي بيشتغلوا تحتك. فهذه يعني مواضيع أحس كمان لها دور كبير عند ممكن أنها تحسن من حالة اليأس اللي يكون عند الموظف. صحيح صحيح صحيح. اليوم دعم الموظف النفسي المعنوي مهم جدا، متابعة سير عمله برضو يعني تخليه دائما يعطي بأداء أفضل وأعلى بكثير. أستاذ أحمد أنا سعيدة بوجودك معي، وأكيد أنت بصمة جميلة في نفوس موظفينك. الله يوفقك يا رب، ودائما نشوفك من تألق لتألق يا رب. شكرا لك. وكمان نصيحتنا لكل واحد أو موظف مر بحالة اليأس، دائما أنت أفتكر إنجازاتك وأفتكر أنت إيش عملت، ما تستنى التقدير من أحد، أنت قدر نفسك لأنك أنت تعرف إيش قدمت وإيش عملت. وكمان مشاهدينا إذا عانيت من حالة اليأس في مكان العمل وكيف تخطيت الموضوع، إيش اللي يساعدك؟ هل تعتقد أن الرجل أم المرأة تعاني أكثر من اليأس في مكان العمل؟ حنستنى أكيد أجوبتكم. وكمان نرجع لهاني وهدى. ممكن ضغط العمل أو تكون الجروب اللي معاك ما يكون كويس أو ما يكون في صداقات مع بعض، ممكن يمر في حالة يأس. يعني بيئة العمل من وقت ما دخلت صح كان في البداية في صعوبة تعرف، صعوبة اختلاف ثقافات، بس إنه لا الموضوع يعني تتخطي في يوم يومين. والله تخطيت الموضوع بمشاورة زملائي ومديري وبرضو الأهل ما قصروا معي. يعني خطيت الموضوع يعني الوحدة ما تتوظف في أكثر من وظيفة في أكثر من بيئة خلاص تتعود إنه هي تقابل ناس بينتهوا خلاص ما عاد حترجع تشوفهم تاني، اختلاف الوظائف اختلاف الأماكن المدراء زي كذا. أجواء العمل والبيئة اللي هي ساعدتني والناس الموجودة فيها هم ساعدوني أني أتخطى التعب اللي أنا عانيت فيه. لا أكيد الرجل، لأنه الرجل هو المسؤولية الكبرى عليه، هو رب الأسرة. أما المرأة عندها أعمال تانية، عندها يعني حمل، عندها أولادة، عندها تربية الأطفال، مو زي الرجال. الرجل هو اللي عليه، هو اللازم، هو المسؤول. يعني في تعليق على اخر مداخله من هذا الرجل، في تعليق ايش رايك كلامه؟ يقول انه الرجل هو شعوره بالياس اكثر من المراه. ممكن لان الرجل يعني زي ما ذكر انه عنده عائله عنده اشياء، بس انا احس لا العكس، انه المراه بعض الاحيان تتحمل وتتحمل وتتحمل وتياس وتتحمل وهي يائسه علشان ما تقدر تترك هذا المكان، ما عندها الجراه انه هي مثلا تستقيل او تتخذ خطوه. ولكن بعض الاحيان تكون هي كمان انه تتخذ خطوه. وغدا علقت انه انت قدر نفسك قدر ذاتك. انا بقدر نفسي بقدر ذاتي، بس كمان احتاج ادارتي انه تقدرني عشان اتطور. اذا انا قدرت ذاتي الحال هو انا ما راح اتطور ولا راح اخذ خطوه قدام، صح ولا لا؟ يعني ما اعرف اذا لا صحيح يعني ما اعرف اذا انت توافق. لا طبعا دور الاداره، وهذا راح يخلينا احنا نسال خزامة، نقول انه الى اي مدى المؤسسه او الاداره او المكان اللي احنا يعمل فيه الموظف قادر انه هو
ما يعني يخلقون بيئة ما تدخل هذا الموظف باليأس، دائما الموظف يدعمونه بالكلام الجيد، بالمحفزات، بالمشاريع. أكيد. الإدارة تلعب دور مرة كبير، لو استوعبوا الإداريين أنه أنت لو حفزت هذا الموظف أو شجعته أو ساعدته على أنه يطور من نفسه، الإنتاجية حتعكس عليك في المكان. نعم. الإيجابية في المكان حتعكس عليك ويصير إنتاجه أفضل، يصير حتى لما تطلبه أنه يعطيك إكسترا إفورت في الشغل حيعطيك. نعم. يا بكل صدر رحب، كل الحب. أكيد. طيب، احنا